قصه سوسن العفيفه ابنه حرقية ورؤيه دانيال النبي بخصوصها، الصلاه تكون معنا امين. كان في بابل رجل اسمه يوقيم، وتزوج بامراه اسمها سوسن ابنه حرقية، جميله جدا ومتقيه للرب، وكان ابواها صديقين فادبانا ادبا ابنتهما على حسب شريعه موسى. وكان يوقيم زوجها غنيا جدا، وكانت له حديقه تري دار، وكان اليهود يجتمعون اليه لانه كان اوجههم جميعا. وكان قد اقيم شيخان من الشعب للقضاء في تلك السنه، وهما من الذين قال السيد عنهم إن الإثم قد صدر من بابل من شيوخ قضاة، كان يظن إنهم مدبري الشعب. وكان هذان يجتمعان في دار يوقيم مع كل ذي دعوة. وكانت سوسن متى انصرف الشعب عند الظهر تدخل وتتمشى في حديقة رجلها، فكان الشيخان ينظرونها كل يوم تأكل وتتمشى في البستان، فكلف بهواها وأسلم عقولهما للفساد وأغمض أعينهما لئلا ينظر إلى السماء ولئلا يتذكر الأحكام العادلة، وكان كلاهما شغوفين بها ولم يكاشف أحدهما الآخر بوجده، لأنهما كانا يخجلان أن يخبرا بشهوتهما، لأنهما كانا يريدان يطبعانهما في هما الاثنين. وكان كل يوم يجدان في الترقب بتشوق لكي ينظراها، وإن أحدهما قال للآخر لننصرف إلى بيوتنا فإنها ساعة الغزاء، فخرج وتفارق ثم انقلب والتقي اثنانهما، فسأل بعضهم بعض عن سبب رجوعه، فاعترف بهواهما حينئذ اتفق معا على وقت يمكنهما فيه أن يخلو بها وحدها. وكان في بعض الأيام بينما هما مترقبان اليوم الموافق إنها دخلت مثل أمس وما قبل أمس تتمشى داخل البستان ومعها جاريتان فقط، وأرادت أن تغتسل في الحديقة لأنه كان حار، ولم يكن هناك أحد إلا الشيخان وهما مختبئان يتأملانها، فقالت للجاريتين أأتيا بدهن ويغلق أبواب الحديقة لأغتسل، ففعلتا كما أمرتهما وأغلقتا أبواب الحديقة وخرجتا من أبواب السر لتأتيا بما أمرتهما به، ولم تعلم أن الشيخان مختبئان هناك. فلما خرجت الجاريتان قام الشيخان وهدم عليها وقال لها ها هوذا أبواب الحديقة مغلقة ولا يرانا أحد، ونحن شغوفان بهواك فوافقين وكوني معنا، وإلا فنشهد عليك إنه كان معك شاب ولذلك صرفت الجاريتين عنك. فتنهدت سوسن وقالت لقد ضاق بي الامر من كل جهه، فاني ان فعلت هذا فهو لي موت، وان لم افعل فلا انجو من ايديكما، ولكن خير لي الا افعل ثم اقع في ايديكما من ان اقتل امام اله السماء. وصرخت سوسن بصوت عظيم، فصرخ الشيطان عليها وأسرع أحدهما وفتح أبواب الحديقة. فلما سمع أهل البيت الصراخ في الحديقة
وسبوا إليها الوقت ليروا ما وقع لها. ولما تكلم الشيخان بكلامهما خذل العبيد جدا، لأنه لم يكن قط مثل هذا القول على سسن. وفي الغد لما اجتمع الشعب لرجلها لوقيم، أتي الشيخان مضمرين نية أسيمة على سسنة ليهلكاها، وقال أمام الشعب: ارسلوا إلى سسنة بنت حرقية التي هي امرأة وقيم. فأرسلوا، وأتت سسنة هي ووالدها وبنوها وجميع ذو قرابتها. وكانت سسنة جميلة المنظر وحسنة جدا، فأمر هذان الفاجران أن تكشف رأسها، لأن رأسها كانت مغطاة ليشبع من جمالها. وكان أهلها وجميع الذين ينظرونها يبكون، فقام الشيخان في وسط الشعب ووضع أيديهما على رأسها، فرفعت طرفها إلى السماء وهي باكية، لأن قلبها كان متوكلا على الله. فقال الشيخان: إننا كنا نتمشى في الحديقة وحدنا، فإذ بهذه قد دخلت ومعها جاريتان. ثم صرفت الجاريتين وأغلقت أبواب الحديقة، فأتاها شاب كان مختبئا في الحديقة ووقع عليها، وكنا نحن مختبئين في زاوية من الحديقة. فلما رأينا الاسم أسرعنا إليهما ورأيناهما متعانقين، أما ذاك فلم نستطع أن نمسكه لأنه كان أقوى منا. ففتح الأبواب وفر، وأما هذه فقبضنا عليها وسألناها عن الشاب، فأبت أن تخبرنا. هذا ما نشهد به، فصدقهما المدمع لأنهما شيخان وقاضيان في الشعب، وحكموا عليها بالموت. فصرخت سسنة بصوت عظيم وقالت: أيها الإله الأزلي العارف الخفايا العالم بكل شيء قبل أن يكون، إنك تعلم أيها الرب إنهما شهد علي بالزور، وها أنا أموت ولم أصنع شيئا مما افتري علي به هذان. فاستجاب الرب لصوتها، وإذ كانت تساق إلى الموت نبه الله روحا مقدسا لشاب حدث اسمه دانيال، فصرخ بصوت عظيم: أنا بريء من دم هذه المرأة. فالتفتت إليه الشعب كله وقالوا: ما هذا الكلام الذي قلته؟ فوقف في وسطهم وقال: هكذا أنتم أغبياء يا أبناء يا بني إسرائيل، ما فحصتم وما عرفتم الحق، وقضيتم على بنت إسرائيل، لكن ارجعوا إلى القضاء، فإن هذين إنما شهد عليها بالزور. فأسرع الشعب كله ورجع. فقال له الشيخان: هلما اجلس بيننا وأفدنا، فقد أثاب الله المشيخة. فقال لهم دانيال: افرقهما بعضهما عن بعض بعيدا فأحكم عليهما. فلما افترق الواحد عن الآخر دعا أحدهما وقال له: يا أيها المعتق الأيام الشريرة، لقد أتت عليك الخطايات التي ارتكبتها، تقضي قضاء ظلم وتحكم على الأبرياء وتطلق المجرمين، وقد قال الرب أن البريء والزكي لا تقتلهما. فالآن إن كنت قد رأيتهما فقل تحت أي شر رأيتهما يتحدثان. فقال: تحت الظلمة. فقال دانيال: لقد صوبت كذبا على رأسك،
فهوذا ملاك الله قد امر من لدن الله بان يشق شقيق، ثم عزله وامر باقبال الاخر فقال له: يا نسل جمعان وليس يهودا، لقد فتنك الجمال واسلم الهوى قلبك الى الفساد، هكذا كنتما تصنعان مع بنات اسرائيل. فكنا يكفينا ان يحدثكما، اما بنت يهوذا فلم تحتمل فكركما، والان قل لي تحت اي شجره صادفتهما يتحدثان؟ فقال: تحت السنديانه. فقال له دانيال: وانت ايضا قد صوبت كسبك على راسك. فملاك الله واقف وبيده سيف ليقطع شطرين وليبيدكما انتما الاثنين. فصرخ المجمع كله بصوت عظيم وبارك الله مخلص الذين يرجونه، وقاموا على الشيخين، وقد اثبت دانيال من نطقهما انهما شهد بالزور، وصنعوا بهما كما نوي ان يصنع بالقريب عملا بما في شريعه موسى، فقتلهما وخلص الدم الذي من في ذلك اليوم. فسبح حرقي وامرته الرب لان ابنتهما مع يوقين رجلها وزوى قربتهما، لانه لم يوجد في سوسنة شيء قبيح. عظم دانيال عند الشعب من ذلك اليوم فما بعد، والسبح لله دائما.